صباح الخير يا نصبي. Good morning, good morning, good morning, good morning. A lovely morning, sir. إن شاء الله. صباح الخير يا بنو. صباح الخير يا بنو. إيه ساعتك؟ الله. باين عليه يوم جميل بشكل. يجنن يجنن يجنن. الحمام جاهز يا فندم. والمية يا علوت. 26 درجة بالملي. يعني مش هتلسوعني يا علوت؟ أنا عمري لسوعت سعادتك قبل كده يا فندم؟ والله مش فاكر. اتفضل يا فندم. ثانك يو. صباح الخير صباح الخير. يا علوت. نعيما يا فندم. نعيما؟ بص في وشي يا علوت. شايف إيه يا علوت؟ شايف إن هروح ألم هدومي وأمشي يا فندم. تعالى هنا يا علوت. درجة حرارة المية كانت كام يا علوت؟ كام؟ 26؟ لا 26.2 من عشرة. أنا اتسلقت بقيت نص سوا يا محترم. طب يا فندم مدام سيادتك حسيت المية قبل ما تنزل المية، إيه اللي خلاك تنزل المية؟ ما أنا خدت كلامك صدق يا علوت وما قستش الحرارة إلا لما تشرب. تشرب بالظبط. يبقى الميزان بتاعي بايظ يا مدام بايظ. أنا هنتحر. ده مخرف. 2.2 من الدرجة. بحلو. بص على النتيجة. والله وشه كده أحلى يا مدام. تحب حضرتك العشاء يكون ايه؟ انت عارف ان سميحه هانم بتحب القلقاس وشوربه الكوارع وفته اللحم الضاني. عارف يا فندم. الله يعمل لها اللي بتحبه. حضرتك هتاكل ايه؟ انا هاكل سيمون فيمي وشويه كافيار. اخلص ما تفتحش بقك بكلمه واحده. احنا في شكاوى هنا ولا ايه؟ انتوا هتاخدوه على فين؟ مالكش دعوه. اطلع بالعربيه مش عاوز اسمع اي نفس. من عينيا بس مش امال بيه. اوعى اوعى ايه الحكايه دي؟ الو. ايوه يا لطيف. مين بيتكلم؟ قلتوا ليه؟ العمليه تمت؟ طب خليه عندك لغايه الساعه 1:30. لا حقك مضمون. فوت عليها بالليل. مع السلامه. دلوقتي ضمان العمليه هتتم ما دام نصرت مش موجود. مش فاهم انت بتعمل كده ليه مع نصر؟ الراجل سكرتيرنا بقاله 10 سنين والراجل لا بيتكلم ولا بيشوف ولا بيسمع. ايوه بس ملاحظ عليه اليومين دول انه بيسال على كل حاجه والشيكات اللي خارجه وداخله. انا تقولي فيها ايه دي؟ لا فيها ايه؟ عمليه الاثار دي لازم تتم ونصر مش موجود. قصدك يعني ممكن يسال ويطقص ويحط مناخيره فيها؟ واي ما بلغ عنه. عمليه الاثار دي هتاخد لنا ملايين من الدولارات. فقلت نبعد شويه عقبال ما نخلص العمليه مش كده؟ ولا متشاف ولا بندري. اصحابك وصلوا يا بيه. اصحابك انت يا علوت. طبعا ما تعرفنيش انا مين. انا مصوحي سطوحي ذات المقص. مقص؟ طب وليه كده؟ المهم تشرفنا يا يعني. انا مش فاهم سيادتك عايز مني ايه بالظبط. عايز اعرف كل حاجه عن لطيف وعزيز. طبعا انت دراعهم اليمين والشمال. تعرف عنهم كل صغيره وكبيره. وسيادتك تتخيل ان انا ممكن اقول لك على اسرارهم اللي انت منون عليها؟ شوف بقى. بالظهر اقول وبالعافيه اقول. معلش. مش انا اللي اقول حاجه زي كده على ناس موفر لنا كل الصبر والراحه. دول لحم كتاف من خيرهم وبعدين دي ناس محترمه وما تغلطش ولا غلطه واحده. ما تقول يا بيه احسن. قول. انا مشرط عليك اكتر من كده. لكن هسيبك تفكر شويه. مجرد التفكير في حاجه زي كده مستحيل.
فنشوف. هيفكر هيفكر. اقفل الباب وراك لو سمحت عشان الطيارة. شكرا. نايم. مالك؟ ممكن تهرشني في مناخيري؟ من الزفت البار الساعة 4 الصبح. ما قلت لك يا بنت تسيب الشغلانة دي وتيجي تشتغلي معايا في البوتيك بتاع سعشان بيه. بوتيك؟ بقى عايزاني انا اشتغل معاكي في البوتيك؟ ما انتي عارفة يا اختي اللي بيحصل فيه. الحاجات اللي بتتم من تحت لتحت. يعني البوتيك ده ستارة وبس. اسم الله عليكي، ما انتي شغالة في بار. لا بقى البار انضف. على الأقل الزبون بيجي يطفح اللي يطفحه وبعدين يمشي أو حتى يتشال على نقال. أنا مالي؟ أنا بشتغل على الكيس وبس. يعني ماليش دعوة بالحاجات التانية. طب يلا يا اختي بقى قومي البسي عشان نقوم نشتري لنا جزمتين. جزمتين؟ ده انا امبارح الصبح خرجت عشان اشتري جزمه، رجليا اتبرد، لقيت اقل جزمه ب 90 جنيه. هسلف. تسلفيني؟ ده انا عليا ايجار الشهر متاخر وما دفعتوش. انا مش عارفه بس اسدد ايه ولا ايه. ثانك يو سير. مع السلامه. $3 مليون، ايه رايك؟ والله يا هي عمليتين ثلاثة من دول كل شهر تبقى الحكاية. ها؟ لا دي خبطة ما بتعملش غير كل 5 6 سنين مرة. انت ايه فاهم البوليس نايم؟ ما كانش حد يقولهم. ايوه انا لطيف. لا الساعة دلوقتي 1:15. السبوب بعد 10 دقايق. عنه ما فهم هو اتخطف ليه. يلا. بس يا علوة. ليه؟ نعمل بلاغ. أنا اسمع بقى، أنا لا بتاع بلاغات ولا بتاع إسام ولا حاجات زي كده. اللي حصل حصل وعدت على خير. يا فندم افهمني. مفيش يا فندم ولا بتاع، اطلع النادي بسرعة. أكيد دلوقتي لطيف بيه وعزيز بيه هناك ومعاه أوراق مهمة جدا لازم يمدوا له. طب نتجوز يا اخي. نصرت لسه ما جاش. ما تقلقش زمانه جاي. تفتكر ممكن يجي بعد اللي حصله النهارده؟ هيروح فين يعني؟ طول. اه هتعلي مين؟ مش هتدور. مش هتدور. حوالي. انا النصر. اتفضل اتفضل. ايه ما جيتش المكتب ليه النهارده؟ هو في الحقيقه كان عندي مشكله صغيره كده انما الحمد لله اتحلت. المهم انا جايب لسعادتك كل الاوراق دي علشان سعادتك تمضيهم وترجعها. ايه ده ايه ده؟ ده انت قدمت على فلوس كتير قوي يا لطيف. هو انت يعني عاوز تكسب من غير ما تدفع؟ يا فرنساوي. طب دولار دولار بشيش. الو. هو في الحقيقه يا فندم امبارح لما عديت على المكتب وبراجع الحسابات لقيت كعب شيك ب 5000 جنيه لحامله بتاريخ 15/12 السنه دي، يعني من 3 ايام. وانا في الحقيقه ما عنديش فاتوره في المكتب ده. فاتوره؟ لا 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 انت مالكش دعوه بالشيك ده خالص. ماليش دعوه. ازاي يا فندم؟ امال يعني ادخلها الحسابات بصفه دي يعني؟ حطه في حسابي يا اخي. وهو كذلك. ايه خير؟ البطاريه خلصت ولا ايه؟ لا يا اخويا. ايه؟ مين بيتكلم؟ قوم يلا قوم. قوم ازاي يا بيه؟ حرام عليك، انا مصاب حرب يا بيه. حرب؟ ايوه يا بيه، انا كنت في القوات الخاصه. مشابه حريقة طيران يا بيه. ايه يا ابن اللخبطه اللي انت عمال تقولها دي؟ أيوة قوم معايا قوم. حرام عليك يا بيه، مفيش حد قاعد يشغلني. يا بيه انا عاجز ما بشوفش ورجليها مقطوعه كمان. رجليك مقطوعه؟ ايوه يا بيه. معايا يا ابني نشوف موضوع رجليه ده. قوم. لا 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 قوم. يا بيه حرام عليك يا بيه.
مش ممكن. مؤاخذة، طلعت لي الجنين. الله أكبر، أنتوا مين؟ مين بيتكلم؟ مش شايف؟ الله، الله أكبر، أنا بشوف. مؤاخذتين في يوم واحد؟ الله أكبر. قدامي على البوكس يا أخويا، قدامي على البوكس، خدها قدامك. يا راجل حرام عليك، يا راجل حرام عليك. مش عايز تشيلها، خد الشنطه، مش عايزها. هذا الويسك شارع الشنطه بتاعتي، شكله قذر كده. بطل بقى وانت قدامي. انا لا يمكن اسكت على اللي بيحصل ده. يمكن تسكت. بقول لك ايه، بلاش غلبه بقى، واتفضل اركب وتجاهل. يا راجل عيب عليك. اتفضل يا اخويا. احنا زملاء. زملاء، انت ما تتكلمش خالص، اسكت. انا جيش. جيش. شنطتك لو سمحت. ميرسي بوكو، الف الف شكر. ثانيه واحده لو سمحت. خير، ما انا خدت الشنطه خلاص. لا، ما هو لازم حضرتك تيجي معايا القسم علشان نعمل محضر بالواقعه. وقعت ايه سعادتك؟ انا خدت الشنطه وسعادتك خدت الحرام. ايوه، بس لازم حضرتك تيجي القسم علشان المحضر. شوف بقى سعادتك، انا راجل عمري بدات دخلت اقسام ومش ناوي اخش اقسام. ممكن؟ هو ممكن، بس ده خطف شنطتها. هو خطفها بس انا ممكن اقول لسعادتك انه ما خطفهاش. عندك حق، انت حر. ميرسي بوكو، الف شكر. انا كنت عملت ايه رايك في نصرة ابن العز ده؟ المتثقف المتعلم خريج جامعات انجلترا، حطيناه بدل الواد اللي اتمسك دلوقتي. ايه ده؟ الولد اللي اتمسك دلوقتي؟ طيب، ده ولد متشرد صاروخ. بالعكس، الواد ده من لهجته كده باين عليه انه متربي وابن ناس. ده؟ ايوه ده. لا معلش بقى، انت يا اما بتهزر يا اما جرى في مخك حاجه. بالعكس، بالعكس ازاي؟ ولد متشرد صعلوه اتمسك بيسرق شنطه والبوليس طرده ومسكه، يبقى ايه؟ الولد ده لو اتحط في ظروف وجو كويس اكيد كان بقى حاجه تانيه. طب اتحداك بقى، ده شيء انا متاكد منه. لطيف يا بابا، الواطي يفضل واطي. بالعكس، انا حاسس ان الولد ده مش واطي. انا مصمم ان الواطي يفضل واطي. انا بقول لك لا، الواطي ما يفضلش واطي. ولا تحب افكرك بقى؟ فكرني بايه؟ ابوك مش كان بيشتغل فراش عند عثمان بس جعفر؟ يا لطيف، مش هو الكلام ده. لا، امك مش كانت الداده بتاعت انجي يعني؟ طب خلاص اسكت. لا، لازم افكرك. عارف وفاكر، ما كانتش الحرب العالميه الثانيه، ما كانش ابونا استولى على ثروه عثمان باشا جعفر، وبقينا في العز اللي احنا فيه. عارف يا حبيبي. طب ما انت فاكر اهو. يعني عايزنا افتكر ايه؟ ان انا اصلا واطي. ايوه. ليه يا بابا؟ عشان عاوز اعمل لك حركه نداله في نصر ده واثبت لك. اثبت لي ايه؟ اثبت لك ان الولد اللي اتمسك دلوقتي ده لو اتحط في بيئه تانيه كان بقى حاجه غير كده. لا لا معلش، اسمح لي، ده كلام فارغ، كلام مش صحيح. اشمعنى ايه اللي بتقوله ده يا لطيف؟ الله، احنا اتربينا على العز واكل الوز، ما اتمرمطناش، ما اتهزقناش، اتربينا في قصور. ثم اللي بتقول عليهم دول يا بابا يبقى ابوك وامك. انا متاكد من اللي بقوله. طيب انت عايز توصل لايه؟ عاوز اتحرر، اشم نفسي، اشيل نصر ده من سكتنا. ايه اللي بتقوله ده؟ تجننت؟ وحط الولد المتشرد السعلوك ده مكان نصر. لا 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 لا، سوري، ما ينفعش الكلام ده. طب ترهني؟ اوكي، اراهنك. كام لكام؟ طلع هدوم، ما تزوقش. Thank you.
فلوس. اوعى انت مجنون. يا ابني ما تمشي. مجنون. ترابيزه تهبي بقعد عليها وسيبني في حالي. ما تروقي عليا شويه يا ست الكل. انت كل ما تشوفيني تصديني بالشكل ده على طول. انا طالب القرب. طلبك عزرقني يا اخويا للموت بدري بدري. ما تحل عني بقى. ما رحتش تقابل بابي ليه يا روحي؟ وقابل بابي ليه يا حياتي؟ انت عارف كويس جدا يا نصر عشان موضوع جوازنا طبعا. بقى بذمتك انت مستنياني اخد اذن من بابي بعد ما اتطلقت من 4 رجاله يا حياتي؟ يعني ايه؟ قصدك ايه يا نصرت؟ يا حبيبتي بابا ما يصدق انك تضربي له تليفون وتقولوا له يا بابي انا بتصل من بيت جوزي. بس الاصول اصول يا روحي. ايوه يا حبيبتي انا ما قلتش حاجه. الاصول اصول بس دي في الحالات الطبيعيه. انت بقى حالتي غير طبيعيه بالمره. انت عارف كويس ان بابي متمسك جدا بالحاجات دي. حاضر. وانا عشان خاطرك انت بقى هروح اقابل بابي. Dinner is served, sir. Eh? ايوه الو انا لطيف الشماشرك. ايوه اديني كرم ابو الليل. ايه فين؟ تعسف بره القط الاسود. طب روح له قول له يجيني بالليل في البيت الساعه 10. حسابك كام يا لولا؟ طبخت ايه يا خفيف؟ حلو قوي خفيف منك دي. طبق لحم راس وازازه هوب هوب. يطبع على صدرك ان شاء الله. لولا بقول لك ايه؟ ما نتجوز يا لولا بدل اكل الشوارع ده. ولعلمك انا حسدتك. حسابك 23 جنيه. ماشي يا عسل ماشي. الباقي وفرت هشتري على قفاك جزمة جديدة. في امتى هتعمل ايه؟ طبعا يا فندم انا مش عاوز اي غلطة. هو حضرتك مرة كلفتني بأي حاجة حصل فيها غلطة؟ بلاش غلطة هفوة. انا مش عاوز كلام عاوز تنفيذ. وانا تحت امرك يا فندم خصوصا اذا كان الموضوع يخص نصرة الدين. انا عارف انك بتحبه قوي. انا؟ أنا بحبه جدا. من القلب للقلب. روح شوف شغلك وتعالى لي بكرة. اطمن يا لطيف بيه. عن إذنك. مع السلامة. اللعبة ابتدت. معلش أنا مراقب أنا بتفرج بس. أهلا. أخبار الشغل إيه؟ جميلة.
الدولار نزل قرشين ولان لسه قايل لسعد يشتري لا يا دولار ايه تعالى انا عاوزك تحكي معايا خير عاوزك تلحق تروح الشعر العقاري عشان تعمل لنا توكيل عام وماله يا فندم تحت امرك اصل في صفقه تجاريه مهمه قوي خايف لطيب مننا عشان كده عاوز اعملها باسمك عشان الضرايب نو بروبلم يا فندم تروح بقى تعمل توكيل عام صرف وايداع التوكيل بتاعك كله كده فورا يا فندم كلم البيت ما بكلمش حد كلم البيت اللي تبعلك كفالة ما بكلمش حد كلم البيت انتوا كده هتفضلوا فاشخين بوقكم كده كتير؟ اصل احنا سعداء بيك خير ليه يعني؟ اولا مبسوطين منك لانك ضربت الفحلين بتاعنا يستاهلوا ثانيا انت هتشتغل عندنا صحيح انت معاك شهادات لك مين قال لك بقى انا ما عنديش شهادات؟ هو انت لو معاك شهاده او حتى دخلت مدارس كنت شحنت؟ انا شحنت عشان معايا بكالوريوس تجاره انت بتهزر؟ انا بتكلم جد انا رحت استلم الشغلانه لقيت في اخر الشهر ادوني حوالي 50 جنيه بس لا مش بس هي بالصدفه كان في فيلم اسمه الموظفون في الارض رحت اتفرج عليه عجبني دور البطل قعدت على رصيف النادي اخر اليوم لميت لي حوالي كده 100 جنيه انت ليلى العباسي ايوه فندم البسي هدومك تعالي معانا ليه بس في ايه روحي بلاش لمضه والبسي هدومك يعني وظيفه وفيلا وعربيه وخادم خصوصي و1500 جنيه في شهر ايوه طبعا فهمت انما اللي مش فاهمه انتوا بتعملوا معايا كده ليه مش شغلك انت مش شغلي ازاي مش انا اللي هشتغل عندكم ايوه بس احنا لنا غرض تاني غرض ايه ان احنا ننشلك من المجتمع الفاسد اللي انت عايش فيه هو حد اشتكاكوا لا عشان امبارح وانت بتجري في النادي والبوليس وراك حسينا انك انت ابن ناس ومش وش بهدله والله انت باين عليك راجل امير وابن حلال شكرا ايه بقى الوظيفه اللي انا هتوظف فيها مدير حساباتنا حسابات ايوه حسابات جايز ما هو رزق الهبل على المجانين احنا مش هبل يا حبيبي انتوا مجانين يا فندم شوف يا خليل احنا جايز نكون مجانين بس انت ما تقلقش نجاحك هيتوقف على شويه تجربه وقليل من الحنكه انت بتقول كلام غريب وتقيل ودمك مش جاي على دمي مش عارف ليه قلت لك ده مش هينفع يا لطيف عشان خاطر غدرتك بقى هنفع استنى بس يا عزيز استنى انا عاوزك تتصل بنصرت وتقول له خلي اجتماع بالليل حاضر درجة حرارة المية كانت كام يا عيوت كام 26.2 لا 4 رد رد هنا منزل نصر الدين هذه رسالة مسجلة أرجو ترك الرسالة بعد سماع الصفارة Please leave your message after you hear the beep beep أيوه أيوه موجود يا فندم ثانية واحدة عزيز بي ألو لا أنا افتكرت الصوت ده جاي من سعادتك سيادتك أجلت الميعاد معلش صراحت عليا نومه معلش الساعة 5 في المكتب تحت امرك يا فندم ايوه يا فندم تحت امرك مع السلامة يا فندم بيب ليلى العباسي السبعاوي حاضر انا وهي شوش تعالي المأمور عايزك حاضر لولا لحظة واحدة يا شويش انت عرفت يا مهم ان انا هنا منين؟ رحتلك البيت وصاحبتك يا نيكي انت عملت ايه يا دنيا؟ معرفش يا كرم
ده انا حتى ما اعرفش انا هنا مين. جيت ما لقيتش الظابط. لولا تحب تخرجي من هنا؟ احب بس ازاي؟ مالكيش دعوه، بس لو خرجتك من هنا تنفذ اللي هقول لك عليه. انت عارف يا اخويا ان انا ما بتجوزش. اوه مش موضوع جواز يا لولا. واي حاجه غلط؟ لا ولا في اي حاجه غلط، بالعكس انت يا لولا هتعملي خير في واحد صديق عزيز عليا جدا. يا اخويا ان كان على خير انا ما عنديش مانع. خلاص يبقى هتخرجي يا لولا. انما اقول لي ايه حكايه الخير يا اخويا اللي انت عايزني اعمله ده؟ استاذ نصرت اخويا حبيبي وحشتنا يا نصرت. رحت لك البيت يا اخي، انت كنت فين؟ مالك؟ ما حكايتك يا نصرت اخويا؟ كنت بره. معلش مع اذنك. مع السلامه حبيبي. مع السلامه يا اخويا. نبدا الجلسه يا اخوانا. يؤسفني يا سادة أقول إن في وسطنا لص حرامي. لا هدوء هدوء يا إخوان. أعتقد يا سادة إن مفيش حد فيكم يقبل إن واحد حرامي يبقى قاعد جنبه في اجتماع زي ده. والحرامي ده لازم نعرفه. بلا شك هو ده الكلام السليم. علشان كده أقترح إن كل واحد من حضراتكم يطلع اللي في جيبه ويحطه على الترابيزة. يا فندم فكرة سليمة 100% وأنا أوله. الأستاذ أبو قير يتفضل يدور على فلوسه في الحاجات اللي موجودة. واديتها صورة لنصر. أما الراجل بقى فاسمه محمود سماحة تاجر خرد. رحت له اديته 300 جنيه وقلت له بكرة يروح النيابة يقول إن لقى فلوسه وإنه كان متخيل إن لولا هي اللي سرقته وأول ما هتخرج من الحجز هياخد 200 جنيه فوقه.
يبقى نفس الكلام هيقول ابو قير على نصرت. بقول لك ايه يا كرم؟ نعم يا بيه؟ انت مش شايف ان الحكايه كده بقت واسعه؟ هي ايه يا بيه اللي واسعه شويه؟ الاثنين متهمين بالسرقه يروحوا النيابه، واللي سرقوا يروحوا وراهم النيابه عشان يطلعوهم براءه، معقوله؟ هي هتبقى واسعه لو الاثنين يعرفوا بعض، لكن لا البت تعرف نصرت ولا نصرت يعرف البت. تبقى واسعه ازاي بقى يا سي عزيز؟ عرفت اللي حصل؟ ايوه يا فندم سمعت. من هنا ورايح مفيش نصر، في خليل بيه. حاضر. ونفس النظام، نفس الاسلوب المتبع. يا خليل بيه، يا خليل. ايوه انت. انت من بكره تروح الشركه الساعه 8:30 بالليل. بالليل ده الصبح طبعا. انا اصحى 8 الصبح، انا متعود ابتدي اصحى الساعه 11 الصبح. ايه اسف، قصدي بسح بخيالي. هم قالوا تحقوق بالواجب وزياده شويه، وكل اللي عليك انك تشاور على اللي انت عايزه. طيب يلا بينا نسيبه يرتاح. اتفضل يا بابا. اتفضل. سلام. مع السلامه. الله يعافيك. هذه رساله مسجله، أرجو ترك الرسالة بعد سماع الصفار. Please leave your message after you hear the beep. Beep. انفخالي على 27. انفخالك؟ هي الميه بتتنفخ؟ امال كام على ايه؟ بتقول ايه؟ سيادتك مش فاهمني، انا قصدي درجه الميه بتاعت الحمام الصبح، سيادتك تحبها كام بالظبط؟ يا حلاوه، هي الميه بقت بالدرجه؟ للاسف يا فندم. والله انا متعود استحمى وهي 10 تحت الصفر. بالتلج يعني؟ بالظبط كده. ايوه بس يا فندم اذا كنت مصمم انا احب استحمى والميه فاتره ومسخسخه. ليه لا يعني؟ خلاص بقى زي ما تحب. أي خدمة تانية؟ لا أنا اتعشيت مش عايز حاجة، عايز أنام دلوقتي. حاضر. ممكن تصبح على خير يا فندم. وأنت من أهل وعليهم. اسمي علوت، اسمي علوت، اسمي إيه؟ علوت. شكرا يا فندم. مستني حد؟ استني الشوفير بتاعي، مش عارف اتاخر ليه، قلت اجي ادور عليه هنا ولا هنا ولا اخد تاكسي اروح بيه. تحب اوصلك معايا؟ انا مش عارف سيادتك تعرفيني؟ اه طبعا، مش احنا معرفه نيابه؟ مش كنا مع بعض؟ اه سوابي انت. ها وحضرتك كنت فوق يا رحطنت بتعمل ايه؟ بتلعب وكيل النيابه شطرنج؟ مش شغلي، ولو سمحتي امشي من هنا. اوكي داهية فيك وفي عنطستك. قلت لك امشي من هنا لو سمحت. شو شو بالراحة. اتفضل يا فندم. اتفضل. فين؟ الفطار بارد يا فندم. سخنه اليوم. اسمي علوت يا فندم وسخنته 4 مرات لحد دلوقتي، ما اقدرش اسخنه اكتر من كده. خليهم 5. الواحد ما صدق لقى ميه نظيفه يا اخي استحمى بيه. المية بقت زي الطين يا فندم. قصدك ايه؟ لا ما قصديش حاجة، بس ساعتك بقالك ساعة ونص في الحمام، ده كفاية كده لا تبوش. نص ساعة عشان خاطري كمان يا عليهم، واتفضل بقى وقول من قدامي بلاش لا تاني. أنا اسمي علبت. لو سمحت. يا هانم. نعم. ألاقي معاكي 3 ايجيبشن باوند؟ أمال بس عامل لي ليه ونفخة كداب؟ امشي امشي. وفي الاخر تطلع شحات. انا ما اسمحلكيش. انت عارفه انا مين؟ نصرة بهجة خيرت.
مدير عام وعضو مجلس إدارة لطيف فيسكو للتجارة، وبعدين أنا كل اللي طالبه منك 3 جنيه مصري بس. أنعم وأكرم يا أخوي، وعايزهم ليه بقى؟ علشان آخد تاكسي وأروح بيه وأمري لله، وبعدين أنا مستعد أبعت لك فلوس في المكان اللي يعجبك. لا يا روحي، عايزني أسلفك يبقى رجلي على رجلك. أفندم؟ أمال يعني عايزني أديك 3 جنيه وبعدين في الآخر تاخدهم مني وتفلسع؟ لا يا حبيبي، أنا وليا ومكسورة الجناح. This is going too far. أنتِ تركبي معايا أنا تاكسي؟ وما أركبش معاك ليه؟ مش قد المقام؟ لا العفو يا هانم. ايوه كده، هاجي معايا تديني فلوسي وبعد كده اتكل على الله. موافق وامر لله. كاب تاكسي. بيير صماني دي مش عارف، عايزه شويه فلوس. ما توعى يا الواد، عايز اخش. انا اسف جدا، ما عنديش اوامر بكده. اسف انت اتجننت ولا ايه؟ انا نصرت بيه. اسف يا نصرت، ممنوع الدخول. نصرت؟ انت اكيد اتجننت خالص. ممنوع ادخل بيتي انا؟ دي بيلا عزيز ولطيف باشا، فضلك امشي، ما تجبلناش الكلام. لولا بار اوضتي الاسود. اتجنن خالص. يا ده بيهزر ده ولا ايه؟ افتح الباب علوه، انا بقول لك افتح الباب. يا اخويا تعالى بقى بلاش فضايح. فضايح هي؟ انا ساكن هنا بقالي 12 سنه. ما انا عارفه اصنافكم دي كويس. تعالى افتح. افتح بقول لك. تعالى بس تعالى. بص بس ايه اوضه الاسود؟ ايه الحاجات الغريبه اللي بتقوليها دي؟ معلش يا اخويا، انا لازم اروح لعزيز حالا ولطيف اشوف ايه اللي بيحصل. ملوش لزوم. لا له لزوم قوي بقى. خلاص ما تزعلش نفسك. ايه الدوشه دي يا علو؟ اسمي علو يا فندم. والدوشه دي كان عاملها واحد شحات طالب حسن الله. بقول لك ايه يا علو؟ اسمي علو يا فندم. من هنا ورايح اي شحات يخبط عليك او يطلب حسنه لازم تديها له، يعيش في عمري يا علو. نعم يا فندم. اسف. اتفضل يا مالك؟ خايف. تفتكر اعمل ايه عشان انجح؟ ما تعملش اي حاجه، خليك نفسك. يعني ايه؟ يعني خليك نفسك، تصرف طبيعي، ما تحاولش تعمل اي حاجه غير اللي انت دايما بتعملها. اعمل اللي ضميرك بيقولك عليه، ساعتها اكيد هتنجح. يلا خليل بيه ابو جبل، لطيف بيه وعزيز بيه مستنيين حضرتكم. مستنيني انا؟ عايز اقابل لطيف بيه دلوقتي حالا. اسف يا نصرت. نصرت؟ ايجاره اللي عليك حاجه ولا ايه؟ وايه اسفه دي؟ عايز اقابل لطيف بيه يعني هقابله ولا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ روح انت دلوقتي. نعم يا لطيف بيه، ممكن افهم ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ ليه؟ مش عارف اللي حصل؟ يا لطيف بيه انا بريء، حتى اسال الاستاذ ابو قير. احنا اللي بعتنا ابو قير بيه في النيابه عشان يقول كده، حفاظا على مستقبلك. عشان مستقبلي انا؟ انهي مستقبل؟ ما خلاص. عاوز ايه؟ ما انت عارف اللي حصل. لا انا ما كنتش عارف المساله كده، انا كنت فاهم ان الراجل لقى فلوسه فعلا، لكن ما دمتم اتفقتوا مع بعض يبقى خلاص. اتفضل بقى ورينا عرض كتافك. طب وفلوس اللي سيادتك خدتها مني؟ انا ما خدتش حاجه غصب عنك، انت عملت لي توكيل رسمي عشان اخد الفلوس اللي انا عاوزها بالشكل القانوني. فهمت، توكيل عام رسمي سحب وايداع و ايوه عندك حق، انا استاهل 100 شلوط قانوني كمان. طب اتفضل، اتفضل ولنا عرض كتافك. اتفضل.
حاضر. ما تجيش هنا تاني. حاضر. هتروح فين؟ ما اعرفش. طب وناوي تعمل ايه؟ برضه ما اعرفش. وادي الحكايه كلها. ولا يهمك يا اخويا، كله بيتعوض. يتعوض ازاي بالذمه؟ اعوض ايه ولا ايه؟ اجيب 250 الف جنيه و80 الف دولار من فين؟ ده غير الفيلا والعربيه. وبعدين في الستاف بتاعي، البطلر بتاعي، السواق بتاعي، الطباخ بتاعي. صحيح ان التلاتة دول راجل واحد، انما برضه اسمهم تلاتة. ما انت برضه غلطان يا سي نصر، ما كانش المفروض انك تعمل لهم للدرجة دي. طب واخونهم ليه بس وازاي يعني؟ ده انا بقالي معاهم 12 سنة، 12 سنة من حياتي. خلاص بقى ما تزعلش نفسك، بقول لك ايه؟ ما تخش تاخد دش. اسمه حمام، اوكي؟ طب يا اخويا ماشي. عندك في ماما ده؟ ايه؟ بتقول ايه؟ This is going too far. ميزان حرارة مية وده ليه بقى ان شاء الله؟ عشان انا حمامي ميته لازم تكون درجة الحرارة بتاعته 26 درجة بالظبط، انا واخد على كده، وجسمي واخد على كده، اوكي؟ أبسطول؟ بقول لك ايه؟ انت فقعت مرارتي. يا اخويا ما تخليك حلو كده وابن بلد وتفك اللي انت فيه ده عشان احبك. What the hell is talking about? يعني ايه ده كله؟ يعني تبطل النفخة الكدابة اللي انت فيها دي. بقول لك ايه؟ انا هنا ما عنديش غير مية ساعة. وكمان هتستحمى بالكوز عشان الدش واقع، ينفع؟ لا انا افضل بقى افضل وسخ. صدقت. بتعمل ان شاء الله؟ باشر باسل هكون بعمل ايه يعني؟ حضرتك شايف ايه؟ انا شايف انك هتبقى انسان عظيم قوي. انا بقى مختلف معاك، وشايف ان هو اللي ان شاء الله هيجرقنا. هو انا عزيز بيه كنت اتجوزت والد حضرتك؟ ايه اللي تلهدك يالا؟ خلاص يا اخي خليك كويس، عندك كلمة حلوة ولا؟ ما عندكش حط لسانك في بقك. بدل؟ بتقول ايه؟ اسف يا فندم، قصدي تخلص حضرتك. معلش يا لطيف، هو عاجبك لكن انا هضربه. لا لا بعدين بعدين. حاضر. لما تشوف اخرتها. فهمت حاجة من الأوراق اللي قدامك دي؟ مفيش ولا حاجة يا فندم راضية تخش دماغي غير الورقة دي. ده نصر كان عاوز يشتري 2 مليون دولار من سعر لان الدولار نزل 2 مليم. 2 مليم ايه و3 مليم ايه؟ انا عندي مشروع جميل جدا ليكم هيكسبكم اكتر من 3 مليون جنيه ومش هتدفعوا فيه ولا مليم. هنهجس؟ هو انا لسه قلت حاجه عشان تقول ان انا بهجس؟ ما هو يعني ايه نكسب 3 مليون جنيه من غير ما ندفع ولا مليم؟ تيجي ازاي دي؟ حضرتك تسمع وانت ساكت، بعد كده تنطق. تقول سكوت انا اللي بهجس ولا انت اللي بتهجس؟ أنا إذنك بابا، أنا هقوم أضربه. بس بقى، خلينا نسمع هو عاوز يقول إيه. حاضر، اتفضل، قول. أنتوا طبعًا بتتعاملوا مع البنوك بالملايين. طبعًا. يعني تقدروا تعملوا قرض بـ 20 بلاش 20 بـ 10 مليون دولار. وبسهولة شديدة. سو إيزي. خلاص، تطلبوا القرض، خدوا الموافقة على الورق بس. ما تستلموش فلوس. لا. أمال هنطلب قرض بتاع إيه؟ أنا عرفت من مراجعتي لدفاتركم الغير رسمية إن عندكم ملايين الدولارات غير معلومة المصدر. وبعدين؟ أنتوا الأول تاخدوا موافقة البنك على القرض، وبعد كده تسحبوا ال 10 مليون دولار، وتروحوا لأي بنك تاني محترم. هيسألكم من أين لك هذا؟ هتوروا لهم موافقة البنك. كده تبقى استفدتوا، وبقية الفلوس معلومة المصدر. أنت هتفضل قاعد مشان أنت جنستك كده كتير؟ What? What the hell are you talking about? نعم يا اخويا. ايه الالفاظ البلدي الغريبة دي؟ على انا بقول كلام مفهوم، الدور الباقي عليك انت بقى اللي بتقول لي حاجات غريبة من بتاعتك دي انا ما بفهمهاش. Yeah, because you're ignorant. You don't understand a single thing I'm talking about. كل ده عشان انت جهلة. لا بقول لك ايه بقى؟ احترم نفسك. احترم الست اللي فتحت لك بيتها. انت نسيت انك كنت متشرد. اوكي. Enough is enough. انا بقى ما اسمح لكيش، ما اسمح لكيش. يا اخويا بقى تسمح ولا ما تسمحش؟ علوم اصلك انت صعبت عليا شكلك كده والله اعلم زي ما تكون ابن ناس ومتربي.
If you only knew. عندك جيتان ولا جلواز سيجاره؟ ايوه يا اخويا كده انطق بالعربي. بس ما تنساش. Listen, I'm sorry. انا متاسف ما كانش قصدي اني اجرح شعوري. طب ما انا عارف. المهم ايه الشياكه دي كلها؟ انت خارجه ولا ايه؟ اه انا عارف. انت معزومه على كوكتيل. لا يا اخوي انا رايحه ابيع الكوكتيل. نازله اشتغل يا سعاده البيت عن اذنك. ابحق انا سايبه لك عشا في التلاجه. في سيمون في ميه؟ لا يا اخويا في سيمون اللي بتغني تنفع؟ على ما عندك 10 جنيه في الفريزر. يوه نسيتني كنت عايزه اكتب لك نمره البار عشان لو عوزت حاجه تبقى تكلمني. باي باي يا بتاع سيمون. مسكينه بلدي قوي. طالب منك خدمة هتنفذها لي ولا هتأوحي؟ طب احلفي كده؟ عظيم. اسمعي بقى يا ستي، انا اللي انت فعلته وسرقته حرام يا غصاب. وانا اعرفك يا عم امشي. تعرفني؟ انا هوديك ب 60,000 دولار هشوف. ما تيجي عليها وشوف الراجل مجروح. ايوه بس يا جماعه ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه ايوه انت كمان ضدي؟ انا ماليش دعوه، انا عبد المعمور. قول لو سمحت شوف خط امشي دلوقتي. عبد المعمور؟ امشي دلوقتي. يا. انا هوديك في دهب. بس No!
تعال هنا. مين ده اليوم؟ انا اسمي عمد. بقول لك مين ده؟ ما تاخدش بالك بقى. ما تاخدش بالي ازاي؟ الراجل ده محروق قوي من جوه. محروق من جوه، محروق من بره. احنا مالنا ومال؟ مالنا ازاي؟ يعني انت ما تعرفوش؟ لا. يعني نص نص. انت تعرفه نص نص، عايز يقتلني انا ليه؟ يمكن في طار بينكم من زمان، حد من عيلة سعادتك قتل حد من عيلة سعادته مثلا يعني. طار ايه وقتل ايه؟ انا طالع كده جدعان، لا ليه يا بابا ولا ماما. ما اعرفش حد خالص. طيب انا هعمل لك كاس روق دمك. مش عايز كاس. انا هطلع بره اخد كاس واسمع شوية موسيقى. يبقى احسن برضه. تصبح على خير يا علي. تصبح على خير يا علي. قال لي حلو. والله الراجل تنساش تحضر البانيو يا عيليو. نصرت بيه، نصرت بيه انا جيت. حاجة غريبة، هيروح فين ده؟ Thank you.
انا متشكره قوي على اللي انت عملته علشاني. يعني كنت عايزاني اسيبهم يغلسوا عليكي واسيبك لوحدك؟ على فكره انا عارفاك. عارفاني انا؟ شفتك قبل كده لكن مش عارفه فين. قابلتك اكيد قابلتك. صح صح. فين؟ قدام النادي. صح انت عضو هناك. مين؟ عضو منتسب من بره يعني. وكنت بشوفك وانت داخل بعربيتك وبصراحه كنت معجبه بيك. يا شور. اوكي. ساكنة هنا؟ ايوه مع عمتي وجوزي. امال فين ماما وبابا؟ مسافرين بقالهم 6 سنين. شوفك تاني؟ هكلمك في التليفون ونتفق. باي باي. بخير. حد يدخل كده الزراعه المستعجل؟ انا خبطت. خبطت؟ طب سمعت حد قال لك ادخل؟ بعدين بقى في الرزاله دي يا الصبح. بس بقى انت هو. في ايه يا خليل؟ مشروع جديد تكسبه من وراه ذهب. تاني. ما ترحمنا يا سي خليل من افكارك المهببه دي. الله. وليه؟ ما احنا نفذنا اللي قاله خليل قبل كده ونجحت فكرته. اتفضل قول. انتوا تستوردوا كام عربيه كده تدخل بورسعيد؟ ولازم تكون ملاكي بورسعيد. ليه ان شاء الله؟ عشان باذن الله ما تدفعش جمارك. وبعدين يا خليل؟ ارقام الشاسيهات تتغير وارقام الموتور تتقلب على عربيات ليها دوسيهات في المرور. وتتباع في القاهره. وتتباع في اي حته كمان. خلاص. استورد 100 عربية. سبحان مغير الأحوال. أنت إيه اللي جابك هنا يا ناصر؟ إيه اللي جابني هنا؟ يعني إيه بالذنب؟ أنا ما بحبش يكون بينا حرامية. حتى أنتوا كمان. أرجوك يا ناصر، انسى إنك كنت تعرفني خالص. ده انتوا كنت بتترجوني ان اقعد معاكم نص ساعه. وانت نسيت اللي عملته؟ وانت تصدق ان انا ممكن اعمل حاجه زي كده برضو؟ وليه لا؟ ما انت كمان يا نصرت سيرتك بقت على كل لسان في النادي. حد من اصحابنا شافك واقف معانا؟ كلنا هنشبه. انا كنت فاكر انكم هتقفوا جنبي في مشكلتي دي وتحاولوا تساعدوني. سوري فيري سوري يا نصرت، حل مشكلتك دي لوحدك. احنا نخاف جدا على سمعه العيله. سوري فيري سوري يا نصرت. لالي بنت ناس قوي يا اختي وخايف على اسم العيله. روحي جاتك القرف وانت جوي كوارع وراس ولحمه راس ومنبار وكرشه. ياي انت بتاكلي الحاجات اللي بيقول عليها دي؟ يا جماعه انتوا بتصدقوا الكلام ده؟ ده عايز يوقع بيننا بس. عبد الله على السلامه، انت كنت فين؟ مادموزيل لولا كنت في الملاهوش. بقول لك ايه يا اخوي؟ كلمني عربي فهمني ايه اللي معاك ده؟ دي هدية صغيرة مني ليك، عبارة عن شوية كافيار، شوية سومون فيمي، بري، كامامبير، كابريس دو ديو، فواجرا، بس للأسف ما لقيتش لابستر. أنت لو بتطهقني في عيشتي، بقول لك كلمني عربي، أنا ما بفهمش الحاجات دي، فهمني استرك. إيه اللي معاك ده؟ جبته منين؟ فود. نعم؟ دي مانجي سي با كوا دير، أكل. طب بصي كده بشبهتي كده. مام. دي فهمتها. طب وجبت الحاجات دي منين؟ ده انا سايبه لك 10 جنيه في الفريزر بس. ما انا رحت البنك النهارده ولقيتهم الحمد لله كتر خيرهم سايبين لي 100 دولار و50 جنيه. طب ودول يطلعوا بكام؟ 100 دولار و50 جنيه. فكيت ال 100 دولار ب 333 جنيه، بقى عندي 385 جنيه، وجبت دول ب 180 جنيه. يا نهار اسود. ايه في ايه؟
بقى ده ب 180 جنيه؟ يا اسمع 180 جنيه؟ لا ده انت رسمي بقى. عايز تفهمني ان الكيس ده فيه حاجات ب 180 جنيه؟ لا الكيس ب 160 والاكل ب 20. فضل معايا 200 جنيه بعد ما دفعت التاكسي، واظن انت عايزه مني 10 جنيه. بس للاسف مش ساعين. ثانك يو سو ماتش. كتر خيرك انك افتكرت. طب ولما الفلوس دي تخلص بقى هتعمل ايه؟ ما اعرفش. يبقى لازم تشتغل. وهشتغل ايه؟ اي شغلان. فين؟ انا خلاص سمعتي انتهت. بعد اللي حصل لي ده مفيش اي شركه ترضى تشغلني. افتكر مصر تترفض ليه؟ يا فندم اترفض عشان بيسرق. بيسرق؟ ايوه بيسرق. بيسرق ايه؟ سرق 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ امال يا فندم، وفي ناس بتقول 2000. تفتكر ده كلام يعني يخش الدماغ؟ يا ساعات البيه السرقه دي ده ممكن يكون بيسرق مش لانه محتاج، انما لانه غاب. غاوي. الو مين يا فندم؟ ايوه موجود. نقول مين؟ ثانيه واحده. ايوه فندم انا خليل. شفتيني؟ شفتيني فين؟ حبيتيني كده لله في لله؟ تيجي فين؟ تتعشي ايه؟ جاتك القرف؟ انا ما صدقت خلصت من الاصناف اللي انت بتقولي عليها دي. نعم وانا كمان فيري سوري. ايه بار؟ انت عايزاني انا اشتغل في بار؟ وما تشتغلش ليه يا اخويا، على راسك ريشه. ايوه على راسي ريشه، والكابوس اللي انا فيه ده هيخلص قريب، وان ما كانش عاجبك كلامي يبقى عن اذنك هتكوني احسن من مين يعني. تعالى بس هنا، انت رايح فين؟ خارج، رايح مطرح ما كنت امبارح في جنينه الاطفال. كان هاي كلاس، حلو شيك هادي، بس ساقعه شويه. على العموم احسن ما اشتغل في بار. جنينه العيال؟ انت نمت في جنينه العيال؟ ايوه شيك هادي امبيونس، انما ساقعه شويه. لا وانا ما يرضينيش يجرى لك اللي بيجرى لك ده. تعالى بس يا نصرة تعالى. معلش يا ابني حقك عليا، ما تزعلش مني. اصل انت صعبان عليا قوي، لا مؤاخذه يعني، اصلا انا حاسه باللي انت فيه. كلامك اثر فيا. غريبه الدنيا دي، اتعلمت في امريكا التجاره، بيع وشراء، واتعلمت منك الرحمه والحق. انت طلعتي احسن من ناس كتيره جدا كنت اعرفها. للاسف كان اتمنى وشوفي خيالي ماشي على الارض، انما انت قلبك كبير كله رحمه. ايه دي؟ دي يا فندم حضرتك قلت لي اسمها ماشا. بقول لك ايه دي؟ اللي كانت بتتكلم. لا ما دي تبع اي حد يبقى ساكن في البيت. عايز ايه يا ولية؟ اسف يا فندم، اسف يا لطيف بيه. لا يا فندم دي واحدة بتعكس. حفلة الكريسماس؟ كله تمام يا فندم. أنا حجزت القاعة كلها. أنا عارف الموظفين 160، أنا حجزت 400 شخص. عشان تكفي يا فندم. لا الأحسن يكون في حد متجوز اتنين ولا حاجة يتهفف مخه يجيبهم معاه. اطمن يا فندم. مع السلامة يا فندم. هتفضل قاعد كتير كده وحاطط ايدك على خدك زي الولايه؟ ايه؟ مستني العدل؟ ايه في ايه؟ ما هو مش معقوله كل يوم انزل اشتغل وحضرتك قاعد لي في البيت عاملي زي البلطجيه بتوع عماد الدين بتوع الافلام. خلاص بكره تتعدل. هتتعدل ازاي؟ وانت قاعد تندب حظك ليل ونهار مستني الفرج يجي لك لغايه عندك؟ لازم تعمل حاجه، لازم يبقى لك اللي اسمه ايه ده؟ موقف. وانا في ايدي ايه اعمله يعني؟ في ايدك انك تشتغل. في بار تاني؟ وهو انا قدامي شغلانه تانيه؟ وانا قلت لا.
وانا بقى قلت هتشتغل يعني هتشتغل. اوفر مع ديك بوكي على جثتي. سيادتك تشرب براندي تاني ولا؟ براندي هو في غير الجاز؟ طيب يا مسيو كام جاز؟ يا دي اختشى عيب، اختشى عيب، حد يسوى سيرة المحل اللي بيشتغل فيه وقول للزباين على المشاريب اللي بيجيبها جاز. برضه مسيو بس سيادتك اللي قلت جاز. أنا أقول آه، أنت ما تقولش آه. اتفضل سيادتك. كم براندي سيادتك؟ هات لنا ازازه وغير الكاسين دول، وهات لنا طبق مشي كده من غير لحمه، يعني البتاع اللي بيلعب فيه ده، انت بتشم ايه؟ بتشم ايه؟ وكده طبق قوطه وطبق ترمس وحته قوطه ترانشات ووضب المزايل كده يعني. سيادتك تحب طبق فاخر من كريم دوبولاي؟ انت قلت ايه؟ شرب تفرخ سعادتك عشان بس تمزه يعني. انت يا ابني جايبينك منين؟ جايبينك امشي انت من قدام هات الحاجات اللي قلت عليها. روح جايبينه منين ده يا اخويا؟ ازازه جاز جاز يا نهارك اسود ومليل ب 60 ليله. اما تسيني من اول من الجاز وتقول لي يعني براندي يخرب بيتك لما تجي يا راجل سود. ايه يا راجل مش عارفه كل ايه مش عارفه بس يا المعلم اللي قال عليه جاز. معلش يا معلم مش قصدي لا مؤاخذه يعني اصل هو بيهزر كده وكده يعني اصله متعود يلاقيني. جاتك البلد اللي قال لك اشتغل هنا. مادموازيل لولا قالت لي اشتغل هنا. لولا 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 انا زعبولا زعبولا انا زعبولا. اقعد هنا اقعد. معلش يا نصر روح حقك عليا انا اللي غلطان مش انا عندك ايه يا راجل حاضر وكمان بتقولي له حقك عليا اللي بتعمل فيه كده لو شفته من اسبوع واحد بس كان ممكن توطي على ايده وتبوسها واسمع بقى كلمه واحده زياده انا هسيب لك البلد انطربق على دماغك وامشي انا مال ناس وحراميه ايه دخلي انا فجاه بقى لي حساب في البنك 425 الف جنيه من عمرتي في الصفقة الأولى.
الو. اهلا يا فندم. يا ليه الساعة كام دلوقتي؟ 11 ونص؟ لا يا فندم، كنت فاكرها الساعة 8. حاضر يا فندم، هلم الورق وكون عند حضرتك. شكرا يا لطيف بيه. صور الواد مغفل قاعد يشتغل لغايه دلوقتي. مين ده؟ خليل. تعرف انا يظهر اغير رايي في الولد ده. انت عامل نفسك ده يا علو. انت كمان بتشرب من صنف المهبب ده؟ ايوه. ذوقك بقى رخيص قوي يا علوت. امسك امسك. انت جيت عايز تشرب؟ خد. الله يخرب بيتك. اعمل فيك ايه دلوقتي؟ وديني لامي. لامك؟ ايه دي؟ انكيو. تركن العربية وخلي بالك في واحد جوه اركنه في اي حتة. تفتكر ان خليل بيشتغل لغايه دلوقتي؟ هو قال انه جاي فورا انما يظهر الشغل اخر.
ازاي يا عزيز؟ انا كان عندي حق. بس احنا كنا قاسيين شويه على نصرك. انا معاك ان احنا كنا في منتهى القسوة على نصرك، لكن برضو ما تنساش ان احنا برأناه من التهمه اللي احنا لفقناها له. بس انت اثبتت انك كنت على حق. الوقت خليل اثبت فعلا انكم. انا عرفت من علوت ان نصر كان عاوز يقتل خليل. ما هو عنده حق، لان هو فاهم ان خليل اللي اداله البومبه وخد مكانه. المهم لغايه دلوقتي انت لسه ما اعترفتش مين فينا كسب الرهان، انا ولا انت؟ هو خليل اثبت انه كفء زي ما انت توقعت، لكن لسه ما بانش بقى اذا كان نصرت هيبقى زي خليل اول ما شفناه ولا لا. لا دي مش هتيجي كده في يوم وليله. المساله دي هتاخد لها شهور وسنين علشان نشوفه هو قاعد قدام النادي بدل خليل. ايدك بقى على الرهان. حاضر يا سيدي. هذا الرهان جنيه لحال. يا ريت انا غنتك على مليون جنيه. لا ده كتير عليه، ما يستاهلش اكتر من كده. ينطرد قبل ما يعمل لنا فضيحة، شكله عيدة وتصرفاته سيئة للغاية. جدع اللي واقف هناك بياكل مش بيتحمل، شيله على بره ياكل. استنى. يلا مين ده؟ لا ده واحد سكران ظبطناه بيسرع الاكل طردناه. معقوله؟ لا ما شغلتش بالك انت، تعالى بقى اقدمك النهارده للمجتمع الرأي. ايه الرضا اللي نزل عليك ده النهارده؟ يا سيدي اصل بصراحه ما كنتش متوقع انك تنجح النجاح الكبير ده في الفتره القصيره. كله بتعمله يا فندم؟ لا كله بهمتك انت. على العموم عندي ليكوا مشروع هيكسبكوا ذهب ل 25%. خليل انا زبط. اتفضل. من بقى ربنا ما امر الست اختك لسه ما جت. اهي جت اهي جت. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ست زي العاده ربنا يتوب عليك.
عايز عم قمر حد بس يعمل في نفسه كده زي ما بقول عنه. ايوه انا. طب تعال يا اخويا تعال. فين عم قمر؟ قمر مين بس؟ راجل طيب يا عم الباب. ايه ده؟ تعال بس فين الشيش؟ تعال بس اللي انت بتعمله في نفسك ده. ولا ما انا عارفه اذا كنت حرامي بجد ولا مظلوم زي ما انت بتقول. الحمام جاهز يا فندم. مالكش دعوه ولا يهمك. الحمام جاهز. خليك قاعد بقى. ما يصحش يا فندم العين ما تطلعش من الحاجه. اقعد يا ليو. ما يصحش يا فندم. بقول لك اقعد. حاضر. قول لي انت تعرف نصرت ساكن فين؟ نصرت طلع حرب. شفته بيسرق؟ سمعت طبعا من عزيز ولطيف. لا من لطيف وعزيز. ولو طلع نصرت مش حرامي هتعمل ايه؟ مش عارف. انت تعرفه من امتى؟ من زمان قوي. اشتغلت قبله مع ناس كتير لكن من يوم ما جه نصرت انا ما سبتوش خالص. مش بيقولوا العشره ما تهونش الا على اولاد الحرام؟ انا عارف امي كويس ومتاكد كمان من اخلاقها. يعني لو نصر طلع مظلوم وكل اللي حصل له ده تلفين في تلفين تقف جنبه؟ طبعا ما فيهاش كلام. وتنسى انك عبد المامور؟ وكسر الدنيا عشان خاطره. ده حبيبي ده عمره ما عمل لي حاجه تزعلني. ده بقعد بقى واسمع الحكايه. ايه؟ بقول لك اقعد واسمع الحكايه. نعم انا بريء لطيف بيه. بريء ما عملتش حاجه. اهدى اهدى يا نصر اهدى انا جنبك. ما عملتش حاجه يا فندم. نصر بيه لا ليه قرايب ولا نسايب. ده مقطوع من شجره. امال هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف يا فندم. ما نروح بره القط الاسود نسال على البنت هناك يمكن تكون عارفه عنه حاجه. مش جايز البنت دي بتروح هناك عشان تاخد كازينو بس؟ ممكن طبعا يا فندم بس ما احنا ما قدامناش حاجه تانيه. هنعمل ايه؟ نروح. مساء الخير يا فندم. مساء النور. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. من فضلك انسه لولا شغاله عندكم؟ لسه مروحه دلوقتي. ايوه ممكن تدينا عنوانها لو سمحت؟ ما بنديش عنوانها لحد. الله سبحانه وتعالى.
استخبى تعال. انا كمان تعال. سألتها هو فين؟ الحقيقة ما لحقتش، انا كنت بتفرج. من فضلك يا مدمزيل ما تعرفيش نصر بيه فين؟ هو طلع بيه بجد؟ طبعا بيه، بيه وستين بيه، انا اللي عارفه. يا فندم الراجل ده اتظلم وانا جاي ارجع له كل حاجة راحت منه. انا برضو كان قلبي حاسس بكده. الله يخليك تقولي لنا هو فين؟ هو فين؟ هو عندي في البيت. طب يلا بينا. جود مورنينج جود مورنينج جود مورنينج جود مورنينج تو يو. الوت اسمع ليه يا فندم. ايه؟ ساتر الحمد لله. يا خبر ابيض يا علوت، مش ممكن. حته كابوس امبارح بالليل شيء مفزع. اعوذ بالله يا رب. صباح الخير نصر بيه. انت يعني مش كابوس ولا حلم يا حرامي يا مجرم. سيبني علوت علشان اقتله واخلص منه. سيبك ايه وانا ماسكك؟ بقول لك سيبني علوت عشان اخلص منه. انت بتخلص منه ده انت تشكره. اشكر ده؟ ايوه ده. انت بقى اللي حصل؟ يا ساتر دي في الدنيا كده بقى مصير بني ادم وتعبه ومستقبله يساوي جنيه؟ مش قادر اصدق. يوسخوا سمعه البني ادم واسمه علشان لعبه جت على مزاجهم يلعبوها. في كده في الدنيا؟ دول بني ادمين دول؟ وانت يا علوت كنت عارف ده كله وساكت؟ لا لا انا كنت ساكت اللي ما كنتش عارف، انما لو كنت عارف ما كنتش سكت ابدا. مش معقول. ايه؟ المهم يا نصر هتعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف هعمل ايه. انا بقى عارف، بس لازم تسيبني انا اللي اخطط لهم عشان اعرف ارجع لك حقك بالكامل. لا حقي بقى انا اللي لازم اخد بنفسي. وهو انت في ايدك حاجه يا نصرت؟ الاستاذ خليل هو الوحيد اللي يقدر يخطط لهم عشان هو اقرب واحد ليهم وكمان ما بيشكوش فيه. على العموم ما تقلقش يا نصر. ايوه ما دام قال لك ما تقلقش يبقى ما تقلقش. انا شفت بنفسي. ممكن ندخل؟ اول مره يعني تستاذنه. اصل بصراحه اللي يدخل مكتب واحد له عقليه زي عقليتك لازم يستاذن. ليه خير؟ الصفقه اللي قلت عليها من شهر. انهي صفقه فيهم؟ العربيات. حليني بقى على بال ما تقدر تدخل العربيات وتغير ارقام الشاسيهات والموتورات وتلاقي لها اوراق سليمه. كل ده تم والحمد لله، بعنا وكسبنا. بعتوا؟ الامور تطورت بسرعه غريبه ما كناش متوقعين. كسبنا 2 مليون جنيه الشغلتها. بتتكلم جد؟ وحطينا لك كل عمولتك في حسابك. حضرتك واثق من اللي بتقوله؟ ايوه. عشان كده جاي نسالك اذا كان عندك صفقه كده ولا كده. هو في الحقيقه فيه. طب الحقنا بيها؟ لسه مش متاكد منها قوي. ده كلام. يعني يومين وقالوك عليها. طب ادينا فكره. ما بعرفش اشتغل بالطريقه دي. انا عشان اقول حاجه لازم اكون واثق منها 100%. سوري يا جماعه. اهو كده تعجبني. الواد خليل ده في دماغه سلطه. ايه هي؟ انا مش عارف وده شيء مش مريحني. ايه بس اللي مش مريحك؟ والله ما انا عارف ايه بالظبط، لكن الفار بيلعب في عيني. الفار بيلعب في عينك بعد اللي عمله فينا وكسبنا المبالغ دي كلها؟ طب تراهني. رهنك ايه تاني؟ ما انت خسرت الرهان. معلش بقول لك تراهني. انما اللي عايز اعرفه يا نصر، ازاي لطيف وعزيز في بحر 24 ساعه يستولى على كل حاجه، العربيه والفيلا وفلوسك اللي في البنك؟ مش هتصدق. بتوكيل رسمي عام. انا هتجنن. عملته له بنفس الصبح، جه بالليل شطب بيه كل حاجه. توكيل عام رسمي. انت بتفكر في ايه؟ التوكيل. ما التوكيل خلاص انا لغيته. لا انا بفكر في حاجه تانية خالص. ايه هي؟ انا وانت يا نصرت اشتركنا معهم في عمليات قذره كتير قوي، ولازم قبل ما نعمل اي حاجه لازم نبرئ نفسنا قدام البوليس والنيابه. هي من ناحيه قذره فهي قذره، واللي بتقوله ده ضروري يا خليل. خلاص
يبقى انت قدامك مشوار مهم جدا. وادي كل اللي حصل يا فندم. يا ساتر، في ناس بالاخلاق دي؟ زي ما سيادتك سمعت كده بالظبط. الجديد بقى في الموضوع ان خليل البرشه ما اشتغل عندهم ووثقوا فيه. دي حاجه انا مش عارف اعملها بالسرعه دي ازاي، لانهم ناس موسوسين قوي وشكاكين، ده حتى بيشكوا في نفسهم. المهم خليل اكتشف ان في تلاعب كبير جدا في حساباتهم مع الضرايب، وكمان اكتشف ان عندهم في المكتب حسابات سريه غير اللي بيقدموها كل سنه. قول لي يا استاذ نصرت. ايوه يا فندم. انت كنت ماسك كل اعمالهم قبل خليل ما يحل محلك، مظبوط؟ مظبوط يا فندم. وكنت تعرف كل حاجه عن تجارتهم اللي من تحت لتحت دي؟ هو في الحقيقه يا فندم انا ابتديت اشك في الاواخر واسالهم، يمكن ده هو السبب اللي خلاهم يعملوا فيا كده. طب لو ما كانوش عملوا فيك اللي انت حكيت لي عليه ده، كنت جيت برضه بلغت عنهم؟ ايوه يا فندم، وهم كانوا واثقين من كده، ويمكن برضه انا كنت مصدر قلق بالنسبه لهم. التجربه المريره اللي انا مريت بيها دي معلمتني حاجات كتير قوي. قابلت ناس فقراء لكن قلبهم كبير غني بالرحمه، مستعدين يعملوا اي حاجه علشان الحق. فتحوا لي بيوتهم واحتضنوني بعد ما كنت في حاله يأس تامه. وقابلت ناس ثانيه للاسف ربنا بيديهم كل حاجه، بس افتكروا انهم مجبرين وممكن يتحكموا في ضمير الناس ومصائر الناس. انا سعيد اني بسمع الكلام ده منك. المهم دلوقتي عندكم دليل ضدهم؟ ايوه شبراوي. لا الصفقه دي ما اعتقدش لطيف بيقدر عليها. لا لا طبعا ما اقدرش اقول له، ما انت عارف ده راجل جريء وتاجر، ممكن يبيع الشركه كلها عشان عمليه زي دي. هو صحيح هيكسب منها مليارات، لكن الموضوع خطر جدا. طيب ماشي اي وقت. طب يا شبراوي اتكلم بعدين، ورايا شغل. اهلا لطيف بيه. فاضل سراي؟ لا انا جاي طبعا على الشغل. مين يا فندم الشغل تمام؟ ايه مفيش اخبار جديده؟ يا فندم لغايه دلوقتي انا مش شغلتش مخي، كل همي دلوقتي على شغل الشركه العادي. طب انا في مكتب. من فضلك يا فندم ممكن امشي بدري النهارده؟ ما دام الشغل عادي اتفضل. ميرسي يا فندم. أنا ساعة البيت، تفضل يا فندم. أهلا لطيف بيه، إيه الهنا اللي أنا فيه ده النهارده؟ حضرتك تيجي لغاية هنا كده يعني؟ سيبك من الحبتين بتوعك دول. حبتين إيه كفر الشر؟ أنا عاوز أعرف كل حاجة. كل حاجة عن إيه يا فندم؟ عن الصفقة اللي معرفش عنها أي حاجة. صفقة إيه يا فندم؟ ولا إذا كنت أنت شحات ومرقع، أنا أصل طبال فرقة عوالم درجة ثالثة. أنا سمعت مكالمتك مع الواد اللي اسمه الشبراوي. آه، افتكرت. أنت هتستعبط؟ لطيف بيه ممكن نتكلم بالعقل. اتكلم كلام منطقي وانا اقول معاك زي ما انت عاوز. الصفقه دي خطر، خطر جدا. ايه؟ عم بيع مخدرات؟ وماله؟ يا فندم لو على المخدرات كانت تبقى سهله، انما الموضوع اخطر من كده بكتير. انا ما قلتلكش عشان خايف عليك وبحبك. خايف عليها ليه يا امي؟ هتعرف اللي تضرني باللي ينفعني؟ خلاص يا فندم، نروح نتكلم في المكتب. ما نتكلم هنا احسن. هنا الحيطان ليها ودان. طب يلا ادي كتابك وتعالى. تقول بقى يا فندم صفقة سلاح. سلاح؟ حضرتك يا فندم شايف ان كل بلد فيها حرب، في الصومال فيها حرب، في البوسنة فيها حرب، والخليج كمان محتاج اسلحة كتير، يعني موسم حرب. ودي مكسبها قد ايه؟ 2 مليار دولار. هي خطر. انا بقول بلاش منها. هرد عليك بكره.
بوظت اعصابي. قول لي عملت ايه؟ قربوا يقع. خليل انت متاكد انك كاتب بيها؟ مش مهم الفكره. ازاي بس؟ 2 مليار ايه دي اللي احنا كسبناها؟ ومنين؟ وازاي؟ ايوه 2 مليار يا عز، بس عاوزين 500 مليون. متاكد من الكلام اللي بتقوله؟ طبعا متاكد. طب انا عندي سؤال كده بس يعني. ايوه. تجارة ايه دي اللي هنكسب من وراها 2 مليار؟ اوعى يكون. لا. تجارة تمام، بس انا لسه ما عرفتش التفاصيل. عموما انا عارف انت بتفكر ازاي. انت اذكى واحد في العيلة. طبعا. بس برضه لازم ندرسها ونفحصها، مش كده يا بابا؟ منين هتجيب المليارات دي كلها؟ انا يا فندم، انا عندي الراجل المساعد يسلفك الفلوس دي كلها لو ضغطت عليه، بس محتاج 30% عموله. ومين الراجل ده؟ لا يا فندم اسف، العمليه دي كبيره قوي وده سر، لان الراجل ده مش عايز اي حد يعرف عنه اي حاجه. الراجل شخصيه كبيره جدا في الدوله. وانت مين اللي وصلك لشخصيه زي دي؟ اللي عرفني عليه الاستاذ شبراوي وبس، ما اقدرش اقول اكتر من كده. يعني ياخد 15 مليون عموله عشان هيسلفنا نص مليار؟ مش كده وبس، ده عايز ضمانات كتير قوي. هيضمن حقه منين؟ تعال لي بكره البيت اكون فكرت واديتك رايي الاخير. انا من رايي بلاش منها، العمليه دي مش مضمونه. انا خايف عليك وعلى شركتك وعلى فلوسك. أنا عايز أتجوز. عايز يتجوز؟ قلت إيه؟ عايز أتجوز. بيتكلم جد؟ بيتكلم جد؟ وده منظر واحد بيهزر؟ طبعًا بتكلم جد. خليل بيه هيتجوز، حضرتك هتتجوز. إشمعنى أنا ما أتجوزش؟ خلاص يا لطفي. أوعدك أشوف لك عروسة. شكرًا. يبقى خلاص. لكن حضرتك متأكد انك فكرت في الموضوع كويس قوي؟ هي لعبة قمار، هلعب بالسلط كله انا وعزيز. ربنا يستر. ما كنتش اعمل كده وجازف، ما كنتش بقيت تاجر. يا فندم عايزك تفكر تاني. فكرت وخلاص. تحت امرك يا فندم. ايه بقى الضمانات؟ توكيل عام رسمي. تسلمه له يسلمك الفلوس بعد 24 ساعة. في اي بنك من بنوك سويسرا. توكيل باسم مين؟ باسم مراته طبعا. لا معلش. توكيلي بقى باسمك، انا ما اضمنش حد الا انت. انا؟ وانا مالي؟ انا ماليش دعوه بالصفقه دي خالص. ما هو التوكيل باسمك انت، وانت الضامن يا اما لا. هو مش عارفك كويس. لا، لكن عندكم حق. انتوا تعرفوه منين؟ على العموم تروحوا تعملوا توكيل وانا اديهوله. اذا وافق اوكي، ما وافقش تلغوا التوكيل. الله ينور عليك. وانت بقى روح على الشركه، وانا وعزيز بيه هنروح الشارع العقاري نعمل لك توكيل. ماشي يا فندم. انا اذنكم. طيب السلام. موافق؟ انت بتضحك على ايه؟ بضحك على الراجل الاهبل ده اللي هياخد بومبا. بومبا؟ ما هو لو وافق على التوكيل اللي هنعمله خليل وحطينا الفلوس في البنك خير وبركه. ليه؟ انت ثروتك كلها كام؟ والله ثروتي انا وانت يعني فلوسنا كده مع بعض تطلع حوالي 130 مليون. احنا هنبيعها له بنص مليار، هياخد الشركه ببلاويها. وانا وانت بقى هنطلع على سويسرا نتبسط ونهيص، ويمكن ربنا يرزقنا بنتين حلوين كده نبتدي معاهم حياتنا من جديد بلا سلاح بلا غيره. صعب يا لطيف، صعب يا بابا. قول لي نصرة، انت تعرف الاوراق دي؟ اوراق ايه؟ تعالى معايا اقول لك. الأوراق دي فيها أسامي كل موظفين الشركة. أهلاً، أنت ناوي تعمل اللي طلبته مليون مرة؟ طبعاً. تأميناته مع شركة مش كده؟ بالظبط. إنما لو حيرني إزاي الناس دي كانت ساكتة على حقوقها؟ ما أنتش عارف أساليب لطيف وعزيز القذرة
ماله؟ ماسكين على كل موظف في الشركه زله. ده كده يبقى الوضع ده لازم يتغير، وكل واحد ياخد حقه من يوم ما توظف في الشركه. انا يا خليل كنت فاكرك غير كده خالص. يا نصرت انت لسه ما تعرفنيش كويس، انا جدع قوي خصوصا مع الحق. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ازيك يا علي؟ اهلا. انتوا تعبانين كده وقلقانين كده ليه؟ اسكت يا نصرت، احنا تعبنا قوي، رحنا مشاوير كتير. طمنين، عملتوا ايه طيب؟ التامينات والمعاشات. تعالى بس قعدني وانا احكي لك على كل حاجه. طمنين طيب. بجد مبسوط منك. ميرسي. متشكر. على ايه؟ لا بجد متشكر. على ايه؟ عروسه. خليت لوسي يعني تجيب لي عروسه. اولا دي مش صاحبه لوسي، دي صاحبه لولا. وبعدين انا ما قلتش حاجه. الحمد لله جت لوحدها. ماشيه مش بطاله. ديها علوت. نروح له على طول ولا تحب نكلمه في التليفون الاول؟ لا نكلمه في التليفون يجينا على المكتب. خليل ريزيدنت، هذه رسالة مسجلة، أرجو عدم التكلم وترك الرسالة إلا بعد سماع السفارة. بليز ليف ذا مسج افتر يو هير ذا بيب. أيوه أيوه رتبي. لا لا أصل أيفن. لا خليل في جنين. أروح عندهم؟ آه لا بلاش، حاضر أقول له يجي يحرك في المكتب. حاضر يا فندم، مع السلامة. عرفت منه؟ عرفت منه حاجة؟ هو هو هيقول لي حاجة ليه؟ هو عايز خليل، أنا إذنك بروح عندها. ما تتحركيش. خلاص يا فندم، الرأي رأيكم والفلوس فلوسكم. ما تستعجلش. عزيز كان عاوز يمشي وما يعملش التوكيل. لكن أنا ما أقدرش أضيع الصفقة دي مني. عشان كده أصريت وفضلت واقف وسط الناس وسط الزحمة لغاية ما عملت التوكيل. اتفضل التوكيل أهو. الليلة إن شاء الله هروح للراجل أعرض عليه الموضوع. وزي ما اتفقنا. همتك يا خليل، المشروع ده مشروع العمر، ولو تم هسافر انا وعزيز في خلال 48 ساعة. 48 ساعة ايه؟ قبل كده بكتير. لطيف وعزيز وصلوا امنعوهم من دخول. انا عبد الرحيم. انا نصر. واشتريت الشركه بالناس اللي فيها انا وخليل بيه والاوراق معايا، وما كانش عاجبهم يطلبوا لنا البوليس. فين الشاي يا ابني؟ يا عم روح، انت ما تجيبوا اللي عليكم.